السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده مدعم بالذكاء الاصطناعي، بتطرح أي سؤال أو أي فكرة وهو يديك نتائج الدراسات والأبحاث بالنسبة ليه، ويديك اقتباسات من الدراسات، يعني في كذا دراسة يبدأ يشوف لك إيه الجزء المناسب ليك. يعني أي سؤال أهو تبدأ تكتبه يبدأ يجيب لك الاقتباسات من المراجع الأساسية اللي أنت ممكن تستعين بيها. ممكن تعمل شير او ممكن تعمل تشوف اقتباس، هتبدأ تقول له انا استعنت بالمرجع الفلاني في الجزئية ديت. وهو معتمد على شات جي بي تي، لكن هو ميزته ان هو مركز مع البحث العلمي ومع المراجع. وممكن من هنا تحدد انا عايز مثلا البحث ما يكونش مثلا اقدم من 2020 مثلا، تمام، يكون في اخر 3 سنين. هو يبدأ يجيب لك اهيت من 2020 وهكذا. هو انا بيقول لك ان دي طريقة بحث مثلا في جوجل، لا انا بيدور في البحث العلمي بس ويجيب لك المرجع على طول، فيوفر عليك وقت كتير.